شفنا في الدرس اللي فات الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست وخدينا واحد الاكزامبل ديال الكود وشفنا كيفاش كيتستوكيو واحد الفيريبلز في هذوك جوج ديال المراحل اللي هي الكرييشن والاكزيكيوشن بالنسبه للجافا سكريبت انجن. في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد الكونتكست واحد اخر اللي كيتسمى الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست اللي مثلا ملي كتعيط على واحد الفانكشن اشنو كيطرا وشنو كيدير في جافا سكريبت انجن في دوك تو ستيبس اللي هي الاكزيكيوشن والكرييشن. دونك غادي ناخذ واحد البيزك ايديا ثاني على واحد لو تيرم جديد اللي كيتسمى الكول ستاك لي لايفو لاست ان فيرست اوت. اشنو كيطرا ملي كنعيط على واحد الفانكشن وكيفاش كيحط هذوك الفانكشن في داك ستاك. اوكي نبداو الدرس ديالنا. نديرو واحد التذكير على الدرس اللي فات لانه غادي ينفعنا في هاد اللسن. اشنو كاين هنا او نيفو ديال الكود عندنا في الدرس اللي فات؟ كان عندنا جوج ديال الفاريبلز كل وحده فيها الفاليوز ديالها وكانت عندنا واحد الفانكشن. هاد الفانكشن ما عيطناش عليها. اشنو طرا او نيفو ديال الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست في الكرييشن فيز؟ هو بان درنا واحد السيراب لواحد الجلوبال اوبجكت ويندو كنقدروا ناكسيديو ليه. ديس اللي هو هي واحد البيلتين فاريبل حتى هي كتريفير لهاد الويندو اوبجكت دونك حتى هي كنقدروا ناكسيديو ليها. وداو واحد السيراب للميموري يعني هاد الفانكشن والفاريبلز كاملين تستوكاو نيفو ديال لا ميموار. والفول نيم والبروفيشن كفاريبلز ديفينو ليهم واحد الفاليوز اللي هي انديفايند وانديفايند في الكرييشن فيز. ومن بعد في الاكزيكيوشن فيز شونجاو هاد فول نيم والبروفيشن للفاليوز ديالهم. كيف ما قلنا المرحله الثانيه اللي كدوز اون نيفو ديال هاد الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست هو كيتشونج الفاليوز ديال فول نيم والبروفيشن. اي جافا سكريبت انجن كيتم غادي مع الكود ديالنا اون فوا تيوصل لهاد الانفوك اون فوا كندير واحد الكول الفانكشن كيتكري واحد الكونتكست جديد اللي كيتسمى فانكشن اكزيكيوشن كونتكست وكيدخل في المرحله الاولى اللي هي الكرييشن فيز. عم نشوفوا شنو كيطرا في المرحله الاولى اللي هي الكرييشن فيز بالنسبه للفانكشن اكزيكيوشن كونتكست. اول حاجه كيتكري واحد الاوبجكت اللي هو ارغومنتس كيف ما كنشوفوا هنايا ارغومنتس اوبجكت. اشنو هو هذا الارغومنت اوبجكت؟ مثلا بالنسبه لينا اللي كانت عندنا في الفانكشن ديالنا ارغومنتس ولا بارامترز غادي تستوكاو هنايا اون نيفو ديال هاد الاوبجكت. باغ كونتر حنايا في الكا ديالنا ما عندنا حتى شي ارغومنت في هاد الفانكشن يعني لانت زيرو وهذه هي الفاليو بالنسبه لينا في هاد الاوبجكت. ثاني حاجه كاين واحد ستراب ديال الميموري يعني هاد الفانكشن والفاريبلز ديالها غادي اونجستيرا اون نيفو ديال الميموار وغادي تالوك عليهم شحال ديال سبيس اون نيفو ديال لا ميموار. ثالث حاجه كنأسينيو الفاريبلز فاليوز. اشنو كنعني بها؟ مثلا هاد الفانكشن كون كانوا فيها فاريبلز لداخل في السكوب ديالها غادي تكريو دوك الفاريبلز بحال في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست ولكن في الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست وغديفين ليهم كفاريبل انديفايند. فهاد الكا حنا ما عندنا حتى شي فاريبل في الفانكشن كارين فور. المرحله الاخرى هي ديس كيورد. دونك ديس كيورد اللي كيرفير للويندو حتى هو كيتكري في الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست. يعني اشنو عندنا حنايا في هذا الكونتكست اللي هو ديال الفانكشن؟ عندنا جوج ديال الاوبجكت الاول اللي هو الارغومنتس والثاني اللي هو ديس. كيف ما كتشوفوا ما عنديش هذاك ويندو اوبجكت اللي تكري في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست لانه ما يمكنش يتكري ثاني. اون فوا كيتكري في الاول صافي ما كيتعاودش يتكري. دونك راه مابي اون نيفو ديال البروزر ديالك واش تقدر تاكسيدي ليه. اون فوا كتدخل هذا الفانكشن كارين فور في الاكزيكيوشن فيز ولا في المرحله ديال الاكزيكيوشن كتحط فيها واحد ستاك اللي كيتسمى الكول ستاك كتحطوا فيه كاع الفانكشنز والاكزيكيوشن ديالهم. هذا الستاك هو لايفو لاست ان فيرست اوت يعني الا كانوا عندنا بزاف ديال الفانكشنز اخر وحده كتدخل اول وحده كتحيد. وانا غنعطيكم اكزامبل في هذا الكا حيت عندي غير فانكشن وحده. اشنو غادي تزاد في هذا الستاك؟ غتزاد هاد جيت غتزاد هاد جيت انفو غادي تزاد اون نيفو ديال الستاك عندنا. اون فوا غادي تكمل الاكزيكيوشن ديالها غادي طير غادي تحيد ما غاديش تبقى في هاد الستاك. هاد الستاك غادي يخوى اوتوماتيكلي غادي يولي خاوي بما انه عندي غير فانكشن وحده. دونك ما تنساوش هاد الستاك سميتو الكول ستاك كيتكري اون فوا كندخلوا في الاكزيكيوشن فيز ديال واحد الفانكشن. ناخذ واحد الاكزامبل ديال جوج ديال الفانكشنز اللي هما مالتيبلاي وسكوير. وصلنا هاد الفانكشن سكوير خدمنا بالفانكشن مالتيبلاي غادي نشوفوا اشنو غادي يطرا او نيفو ديال الكول ستاك. نشوفوا بعدا شنو طرق في هاد الكرييشن فيز يعني الفيز الاولى ديال هاد الكود. اول حاجه تكري واحد الاوبجكت اللي هو ارغومنت. اشني الفاليو اللي فيه؟ فيه واحد البروبرتي اللي هي زيرو كوم كوا فيها ارغومنت واحد والفاليو اللي خدات هي 3. علاش؟ لاننا هنايا عطيناها 3 دونك ما باش الارغومنت. ثاني حاجه لانت. لانت ديال شحال من ارغومنت عندنا؟ فهاد الكا عندنا غير ارغومنت واحد وكانوا عندنا جوج غيكون عندنا هنايا لانت جوج وغادي تحدوا الفاليوز اللي هنايا تما باوليان. ثاني حاجه ديس كتمابا اوتوماتيكمون الويندو ولا كتريفيرونسي ويندو. ديس ما تشونجاتش في هذا الكا دونك ديس الفاليو ديالها بقات ويندو. اس كيو ولا هاد الفاريبل اللي تكريات هنايا ها هي دونك تمابات ليها واحد ولا تعطاها كفاليو انديفايند لاننا في الكرييشن كونتكست. في الاخر هاد الارجيومنت اللي هو اي كيف
كما شفتوا هنايا كتعطاه كفاليو 3. دونك هذه هي الكرييشن فيز اللي كترى اون نيفو ديال هذا الكود عندنا. سالينا مع المرحله ديال الكرييشن، غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الاكزيكيوشن فيز ونشوفوا واش كيطرى اون نيفو ديال هذا الكول ستاك. اللي غادي يطرى في هذا الاكزيكيوشن فيز كواحد سكوير اللي اكزيكيوتات هنايا غادي تزاد اون نيفو ديال الكول ستاك ديالنا. دونك عندي هنايا واحد سكوير اللي هي الفانكشن سكوير، دونك تزادت اون نيفو ديال الكول ستاك سكوير تري. من بعد هاد سكوير الى دخلنا ليه لداخل كاينه واحد مالتيبلاي، يعني فانكشن وحده اخرى اللي كتعني اكزيكيوت فانكشن اكزيكيوشن كونتكست وحده اخرى. غير ما بغيتش نزيدو هنا باش ما يجيش هادشي عامر بزاف، ولكن راه غير تكري واحد الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست وحده اخرى ديال هاد مالتيبلاي. وفي الاخر في الاكزيكيوشن فيز شنو غيطرى؟ غادي تزاد اسيدي هاد الفانكشن اللي هي مالتيبلاي اللي فيها ارغيومنت مثلا 3 و3. علاش؟ لان خدمت ب اي اي في الاخر من غيسالي وهاد الاكزيكيوشن فيز غادي طير. كيف ما قلت لكم هاد الكول ستاك راه لايفو، وكيف ما عارفين في الاكزيكيوشن فيز انفو كتكزيكيوت الفونكشن خصها تخرج، يعني بما انها لايفو يعني لاست ان فيرست اوت، اشنا هي اول فونكشن غادي تخرج من هاد الكول ستاك؟ هي هاد مالتيبلاي. دونك غطير غتخرج. اشنا هي الفونكشن اللي من وراها غادي تخرج؟ صافي غتليبيها هي سكوير. الكول ستاك غادي يخوى ثاني باش يقدروا يجيو فيه اكزيكيوشن وحده اخرين. دونك سالينا الدرس ديالنا، خديت واحد البيزك ايديا في الدرس اللي فات على الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست، وفي هذا الدرس خديت واحد البيزك ايديا على الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست، وعرفتوا كيفاش جافا سكريبت انجن كيتم غادي اون نيفو ديال الكود ديالنا. ان فوا كتوصل لواحد الكول ولا واحد الانفوك ديال الفانكشن كيكري واحد الفانكشن اكزيكيوشن كونتكست جديد وكيتزاد اون نيفو ديال الكول ستاك. الا فهمتوا هذا الدرس مزيان راه حتى شي حاجه ما غاديش تبقى تجيكم صعيبه، والسكوب غادي تفهموه وغادي تاخذوا اكزاكتلي للصالح حتى الكلوجر. دونك هذا هو المدخل الرئيسي بالنسبه للجافا سكريبت ويب ديفلوبرز. ثانكس فور واتشينغ ذيس فيديو.